السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الباحثين عن الحق، دعوة عامة، من وصلت إليه هذه الدعوة فقد تم إبلاغه، ولا حجة له على الله، بل لله الحجة البالغة، فلا تكذب قبل أن تبحث وتتبين. لقد بعث الله الإمام المهدي المنتظر، آخر خلفاء الله في الأرض، وهو ليس نبي ولا رسول، بل هو ناصر لمحمد رسول الله، ويدعو الناس إلى ما دعا إليه جميع الأنبياء، أن نعبد الله وحده لا شريك له، والاحتكام إلى كتابه القرآن المحفوظ من التحريف. حجة الإمام وبصيرته، هي ذات الحجة وذات البصيرة التي كان يدعو إليها محمد رسول الله، القرآن والسنة الحق، ليوحد المسلمين ويحكم بينهم بكتاب الله فيما اختلفوا فيه، ويعيدهم إلى منهاج النبوة، ويبين للعالمين حقائق هذا القرآن على الواقع، ويدعوهم للإسلام. برهان خلافته بسطة العلم، فقد أتاه الله علم الكتاب القرآن، وما جادله أحدا من القرآن إلا غلبه الإمام المهدي، والعلم هو برهان الخلافة في كل زمان ومكان، من أول خليفة لله وهو آدم إلى آخر خليفة الإمام المهدي. ليس سني ولا شيعي، بل حنيفا مسلما كما كان أنبياء الله، ويبين القرآن من ذات القرآن. يدعو للتعايش السلمي بين كافة شعوب البشر، وينذرهم أنهم في عصر أشراط الساعة الكبرى، وعصر البيان الحق للقرآن. يدعو للرجوع إلى كتاب الله القرآن العظيم المحفوظ من التحريف المهيمن على جميع الكتب، والكفر بما خالفه في التوراة والإنجيل والسنة النبوية، فما خالف لمحكم القرآن فهو من عند غير الله ورسله، بل من عند الشيطان، وله بيانات في ذلك. يدعو المسلمين إلى وقف الاقتتال والدخول في السلم كافة، ونبذ المذهبية، لأنها تفرق في الدين، وتفريق الدين محرم في دين الله ومخالف لأمر الله، وله بيان في ذلك. يدعو المسلمين ليبين لهم حقيقة المهدي المنتظر من الكتاب والسنة، ومعنى التواطؤ والحكمة من مواطأة اسم النبي في اسم المهدي، وله بيان في ذلك. يبين من القرآن اسم الله الأعظم الذي جعل الله فيه الحكمة من خلق جميع العبيد، وله بيان في ذلك. يدعو الناس لأن يكونوا ربانيين يعبدون الله محبة فيه، وليس من أجل الجنة، وأن يتخذوا رضوان الله غاية لا وسيلة، من أجل الجنة، فالله خلقهم من أجله، وخلق الجنة من أجلهم. يدعو الناس إلى ترك عقيدة شفاعة العبيد بين يدي الرب المعبود، فلا يوجد من هو أرحم بهم من الله أرحم الراحمين، فالشفاعة لله جميعا تشفع رحمته من عذابه، ويبين لهم سر الشفاعة من كتاب الله. يدعو الناس لأن يحبوا الله الحب الأعظم، فيتنافسوا على حب الله وقربه، وعدم تركه حصريا للأنبياء والصالحين، فكلنا عبيدا لله، وعدم تعظيم الأنبياء والصالحين بغير الحق، وله بيان في ذلك من القرآن. يبين من القرآن حقيقة المسيح الدجال، من هو وأين يعيش، ومن هم جيوشه، وموعد خروجه في هذا العصر. يبين أسرار وخفايا القرآن من ذات القرآن، كالأحرف المقطعة، وأسرار الحساب، ومن أصحاب الكهف والرقيم، وكم عددهم وأسماءهم، وأين كهفهم، وما هي الدابة، ومن هو ذو القرنين وقصته، وأين جنة آدم، وقرى عاد وثمود، وتجدون ما يقول على الواقع، لأنها من آيات التصديق لهذا القرآن.
يبين من القرآن تركيبة هذا الكون وشكله وحدوده، وكيف كانت البداية وكيف ستكون النهاية، ومركز الجاذبية الكونية وكروية الأرض، وموقع الأرضين السبع، وموقع الجنة وموقع النار. ويحاج بالقرآن علماء الغرب بمختلف مجالاتهم، ويجدون ما يقوله حق بالعلم والمنطق على الواقع، ليعلموا أن القرآن من لدن عليم خبير لعلهم يؤمنون. يحذر الناس من كوكب صقر اللواح للبشر من عصر إلى آخر، ويبين من القرآن أنها كوكب في الفضاء، وهي ما تسمونه الكوكب العاشر نيبيرو، الذي تخفي أمره وكالة ناسا، وبها سيهلك الله كافة المعرضين عن إتباع الذكر وإجابة داعي الله وخليفته الإمام المهدي، ويظهره بها على كافة المعرضين في ليلة وهم من الصاغرين. فلا تكذبوا قبل أن تتبينوا، وأنيبوا إلى الله ليبصركم بالحق. فتفضلوا بزيارة منتديات البشرى الإسلامية والنبأ العظيم، طاولة الحوار العالمية للمهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني.